سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناة فيديو واستفيدي مع فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في البسطيلة، اوراق البسطيلة. شوفوا كيفاش جاو وكيتقطعوش خفافين ورطبين وزويونين. هانتوما نحاولوا معهم بحال هكا. انا ما درتش لهم الزيت، دابا تديروا لهم الزيت باش تستافدوا من تخليهم شي مده طويله. ديروا لهم الزيت باش ما يتلاصقوش لكم. انا هنا ما درتش لهم الزيت حيت غادي نستافد منهم اليوم، غادي نطيب بهم اليوم، داكشي علاش ما درتش لهم الزيت. شوفوا كيفاش جاو، هانتوما جاو خفافين بحال الريشه، رقاقين. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندنا هنايا 3 كيسان تاع الدقيق، بركة العنبة. عندي هنايا شوية زيت المائدة وشوية الملحة، معلقة ديال زيت المائدة، وعندي الماء عادي بارد. ما سخنتو ما والو الماء. غادي نضع الكاس، 3 كيسان ديال الدقيق اللي عندي. بحال هكا نحيد هادو من حدايا، وغادي نجيب قبيصة الملح اللي عندي. عندي غير شي شويه، ما نكثرش حيت العمارة اللي غندير في البريواج غتكون شويه مالحة. عندي معلقه ديال زيت المائده، وغادي نجيب الماء غادي نخلط. انا هنايا بغيت ندريكم عبار الماء عبار الدقيق، ولكن الدقيق انا خرجت فيه الدقيق هذا عندي ما كيشربش الماء، كيرخي الماء، داكشي علاش انا درت لكم درت سنغ ندير عادي عيني ميزاني. وغنوريكم الطريقه ديال كيفاش ما جاتكم العبار ديال الماء. هي اللي كان عنده الدقيق زوين ما كيرخيش الماء راه غيدير مثلا دا 2 كيسان تاع الدقيق، مثلا 2 كيسان تاع الدقيق راه غادي يدير معاهم 2 كيسان تاع الماء، كاس تاع الدقيق كاس تاع الماء. هذا هو اللي كنت ندير انا في الدقيق مزيان واللي كيشرب الماء. وهذا عندي انا ما زوينش الدقيق، ما عرفش كيفاش ما كيرخي الماء بزاف. غنبقى هكا راخيه مع هيدين، نبقى نضرب فيه مزيان. كما شفتو معايا هكا، حاولوا تطربوا مزيان باش ما يبقاش فيه ديك الحبيبات. اي اللي كان عنده خلاط كهربائي من الاحسن يدير خلاط كهربائي باش يطحن مزيان، حيت الا كان خلاط كهربائي غيطحن مزيان وما غيحتاجش يصفيه. انا هنا غنديرو غير بهذا الطراب هذا يدوي، غادي نصفيه باش نحيدو ديك الحبيبات، حيت ديك الحبيبات لا بقاو تيخسروا لينا الورق ديالنا. وانا غنستمر بحال هكا في هاد الدقيق مزيان، نراقبوا الطريقه كيفاش. تبعوا غير الطريقه راهم ناجحين الحمد لله، تيجيو زوينين وغزالين. بقاو متبعين معايا الطريقه. غنزيد واحد جريمه الماء حيت جاني شويه باقي قاصح العجينه عندي، ما تجي قاصحه ما تجي جاريه. بالنسبه للناس اللي عاد غادي يشوفوا القناه ديالي، كنتمنى يديروا اشتراك وبقى يتواصلوا بالجديد. وإلى عجبكم الفيديو ديروا لايك، وانا غنستمر بحال هكا في التطريب ديالو جيدا. شوفوا كيفاش ولا عندي، تولي خالق تماسك. وسمحوا لي التليفون قطع، ما كملتش لكم الطريقه كيفاش غادي نصفيه. انا غبقي لي واحد شويه غنوريكم كيفاش. غادي نجيب بانيو اخر وغندير فيه الصفايه بحال هكا، وغادي نبدا نصفي.
باش دوك الحبيبات ما يبقاوش لنا في العجين ويخسروا لنا الورق ديالنا. غادي نصفيه جيدا. شوفوا صفايا شحال شدة تاع الحبيبات، واخا تبان لكم راه ما بقاش فيه، ضروري تصفيو باش ينجح لينا العملية ديال الأوراق البسطيلة. ودابا غنوريكم الخليط ديالي كيفاش عاد. شوفوا تيجي مطلوق هكا، مطلوق وخفيف. وغندوزو باش نوريكم طريقه الطياب ديالها. عندي هنا مقله الطيفان ثقيل، انا ما غندير لكم شي جميله الماء ولا شي كسرونه، غندير هادي ديال الطاجين. هادي كانت عندي غدا قدر واحد الصطال تاع الصباغه، وانا درتها للطاجين طلعت لي صدقات لي، المهم ما كتخلاش هي الطاجين يحرق. وغادي نحتاج هاد الشيء تاع هادي، غتلقاوه في اي عند اي بقال نتاع مويه الصباغه. انا جبت هذه ما لقيتش، هي لا لقيتو الكبيره من الاحسن الكبيره، انا لقيت غير الصغيره. ها انتم شوفوا، غادي نقص البوطه واحد شويه وغندير القزيره وندير فوق هذه، حيت المقله ثقيله ما غنطرش ندير فيها. ممتاز المقله ديال البغرير، غير تنقص البوطه واحد شويه مزيان بلا كامله ديال الماء بلا والو باش طيف البخار. شوفوا معايا هنا هاد العمليه هذه كتبغي تكوني خفيفه معاها، حيت دغيا تنشف لينا العجين كيف ما شفتوا معايا، فضروري تكون خفيفه مع يدك. شوفوا كيفاش، انا غنبقى نزيد هنا حيت ما بغيتش نديرها رقيقه قد داك الساعه. الاختيار عندكم، بغيتو تغلضوا الورقه شويه كتغلضوها، كتغلضوا الورقه شويه كتغلضوها، بغيتو ترقوها كترقوها، الطريقه في يديكم نتوما اللي غتحكموا فيها. انا غنديرهم شويه غلاضات. هانتوما شوفوا، يعني الا كنتو بديروها رقيقه يكفي انكم ديروا جوج كوشات ديال العجين. وتنبقاو نلاحظوا البلاصه اللي ما كانتش واصله للعجين، كنبقاو البلاصه اللي كانت باقا مواصلش للعجين كنبقاو نزيدوا ليها العجين ديالنا، وغنخليوها بحال هكا حتى تنشف. هنايا صيفطت وحده قبل، شوفوا كيفاش جات. شوفوا صراحه جات رضيعه وجات خفيفه. وهنايا غنوريكم ملي غادي نشوفوا في الجناب غتبدا تقلع الراسه، ما نقلعوهاش هنايا، تبدا تقلع الراسه. ملي غتبدا تقلع غادي نهزوها بشويه. هانتوما شوفوا، غنهزوها بشويه بحال هكا. شفتوا طريقه ناجحه 100%. غادي نقلبوا بحال هكا، دير واحد شويه من الفوق، غير شي شويه، ما نخليوهاش بزاف باش ما تقروش لينا تولي دكدك. انا غنحيدها دابا. شوفوا معايا، ها هي دابا نجحت لي الورقه ديالي. غندوز نعاود وحده اخرى باش نكون وريتكم الطريقه مزيان. انا كتجيني بحال الكرصوف هي الصراحه، راه تصيبوا الوراق وتنزلوا بحال هكا غادي تنجح لينا الطريقه. ما نضطروش نشريو الاوراق من ديال برا، غنشريو ونصيبو مروطنا في الدار. فغنتاكد غادي يعجبكم الطريقه هذه، حيت ساهله وما كتاخذش لينا الوقت وما كتاخذش المقادير بزاف، يعني بسيطة. شوف معايا بحال هكا، انا غنغلط شويه هاد الورقه هذه. داكشي تيبقى اختياري عندكم.
غنتسناو حتى تقل علينا من الجن هكا، ونبدا نقلعو بشويه بشويه. وانا غنستمر مع الاوراق ديالي، وكنتمنى تعجبكم الطريقه وتكونوا استفدتوا منها، ونخليكم تلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك باش